في كل عام في الرابع من فبراير يجتمع العالم معاً لمكافحة السرطان، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في القرن 21. في هذا اليوم نتحد لزيادة الوعي حيال السرطان والتشجيع على الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه. في عام 2012، 8,200,000 شخص في جميع أنحاء العالم لقوا مصرعهم بسبب السرطان، ويقدر لهذا العدد أن يرتفع إلى 13 مليون نسمة بحلول عام 2030. ولكن معاً يمكننا اتخاذ إجراءات لخفض هذا العدد. 30% من وفيات السرطان سببها سلوكيات يمكن الوقاية منها، مثل تعاطي التبغ والكحول وقلة تناول الخضروات والفواكه وعدم ممارسة الرياضة. من خلال رفع الوعي وزيادة التثقيف حول هذه المشكلة يمكننا إنقاذ الأرواح. هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، نطلب من الناس التفكير ملياً في كيفية إحداث فرق بشكل فردي وجماعي لمكافحة السرطان.